ضمن مهرجان صيف عمان 2016 ولمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم، قامت شركة تمويلكم بتوفير منصة لعملائها في حدائق الحسين لتمكينهم من بيع منتجاتهم من الحرف اليدوية كالتطريز والخزافيات والفسيفساء والقش والمنتجات الغذائية المنزلية في بازار شارك فيه 50 عميل. التفاصيل في لقاء مع المدير التنفيذي لشركة تمويلكم علي عبد الجبار. دو تمويلكم اللي مشارك في هذا المهرجان واللي شارك السنة الماضية ودائما بيشارك وبآزر عملائهم من الرياديين وعملائهم من المنتجين. تمويلكم بتركز على التمويل، نعطيهم التمويل المناسب للمشاريعهم المناسبة، وكمان عشان نعطيهم الفرصة النجاح بنركز على القيمة المضافة اللي هي تدريب تسويق وإرشاد. تطلعاتنا بالمستقبل هي نكمل على نفس الطريق، ان نكون حاضنة لكل الرياديين في الأردن من كل الفئات ومن كل الصناعات. تمويلكم مملوكة بالكامل لمؤسسة الملك نور اللي هي مملوكة وتشتغل تحت مظلة مؤسسة الملك حسين، ومن وقت تأسيسنا من 1999 17 سنة صرنا مساندين فوق 350 ألف عميل وعميلة، 90% من عملائنا هم النساء، وتركيزنا أولا وآخرا نرفع مستوى المعيشة للمجتمع الأردني.